أي صحيح ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من اتبعه، ومن سن سنة سيئة فله وزرها ووزر من اتبعه. وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم قوله: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلال، وكل ضلالة في النار. وضحوا لنا ذلك، جزاكم الله خيرا. نعم، الحديثان صحيحان: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها. وفي حديث: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه إلى يوم القيامة، لا ينقص من أجوره شيئا. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص من آثامه شيئا. والحديثان ثابتان عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى سن سنة حسنة أي أحيا سنة، أحيا سنة فتبعه الناس على أحيائها وعملوا بها. إذا كانت سنة منسية مثلا أو مجهولة ثم جاء مسلم وأحياها وبينها للناس فعملوا بها، كان له أجر أحياء السنة وأجر الأتباع الذين اتبعوه، لأنه صار قدوة حسنة في الخير. وعلى العكس، من سن سنة سيئة يعني اتبع بدعة ليس لها أصل في الشرع فعامل بها الناس، فإنه يكون عليه من الإثم مثل آثامهم، لأن هذه بدعة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه إلى يوم القيامة. الحديث له سبب، وهو أن قوما من الفقراء قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم شدة حاجة وفقر، فحث النبي صلى الله عليه وسلم على التصدق عليهم. فجاء رجل بسرة من ذهب كادت يده أن تعجز عنها أو عجزت، فتتابع الناس وجاءوا بصدقاتهم، فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم فرحا وسرورا، وقال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. لأن هذا الرجل صار قدوة حسنة في الخير تبعه الناس على ذلك. والحاصل أن هذا الحديث حديث عظيم يدل على الترغيب في إحياء السنن والقدوة الحسنة، ويدل على الترهيب من البدع والمحدثات و إحياء الضلالة، وأن الأمر لا يقتصر على هذا المضلل بنفسه، وإنما تلحقه آثام من أتباع الذين غرر بهم، وأضلهم، فيتحمل من أوزارهم، كما قال تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. فليحذر هؤلاء المتبعة ورؤوس الضلال أن يحذروا من هذه العواقب الوخيمة، وأنهم سيتحملون أوزار الناس الذين اقتدوا بهم في البدع والضلالات. ولينشط دعاة الحق ودعاة السنة، لأنهم سيحصلون على الأجور العظيمة كلما كثر أفياؤهم للسنن وإماتتهم للبدع، وكلما كثر أتباعهم والمنتفعون بهم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.